ومازال ان شاء الله تلسكنه وتشوفوا معايا وتمشيوا معايا لاي بلاصه. هذيك الخلصه بحال اخوتي المغاربه هما اللي عطاوها ليا، ما كنتش انا كنوي كاع بصراحه نرجع نتخلص ولا هذا الشيء كامل كيرجع الفضل لهاد القناه ديال اشواق. الصراحه بحدا اللي عندي معها المشكل راكم عارفينها، من غير هذيك ما عندي حتى مع شي واحد المشكل. وطلعات المشاهده الحمد لله، ولي زابوني الحمد لله والشكر لله، كنشكرهم بزاف. ولكن انا بالنسبه لي انا راه بحال شديت جوج المليون ولا مليون ولا صراحه الله، اي حاجه كنشريها لولادي ولا وانتم السبب بحال اللي عاطينها لي، شكرا لكم، الله يسهل عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بالصحافه ديال اشواق تي في، مرحبا بها. وشكرا لخوتي المغاربه بزاف، اليوم جيت نشارك معكم واحد الفرحه. وشكرا لاشواق، شكرا ليها بزاف الصراحه، بقات متبعه معايا من الاول للاخر، شكرا ليها بزاف. وشكرا لكم اخوتي المغاربه، واليوم جيت نشارك معكم الفرحه ديالي. كيف شاركت معكم داك الحزن ديالي وداك الشيء داز عليا، جيت اليوم نشارك معكم الفرحه ديالي. وهذا الشكر كيبقى لخويا حمزه والمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن الصراحه. واليوم جيت نشارك معكم اول خلصه ليا في اليوتيوب، ومن بعد زعما كي ما تخلص ومن بعد ما تعاونوا معايا الناس كيفاش الحاله ديالي تبدلات. والصراحه شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. اول خلصه الصراحه فرحانه، وما كنتش كنوي هادشي، ما كنتش صراحه كاع كنوي غنوصل لهادشي. والحاله ديالي الماديه تحسنات الحمد لله، وليت مزيان الحمد لله. واخا ديك اول خلصه زعما كاين راه كيما كتعرف المشاهده قليله، المهم قليله، ولكن الحمد لله عليها. الا بقات زعما كاين يعني مستمره هكاك الصراحه راه غادي نعيش بها وغادي نشري بها بزاف د الحوايج، وانا فرحانه بها بزاف بزاف. وبغيت نشاركها معكم، كيف شاركت معكم فاش جيتي عندي في النوب الاولى كاع عرفتي الحاله ديالي، وكيف دابا بغيت نشارك معكم عاوتاني هاد الفرحه ديالي، نشاركها مع خوتي المغاربه ونشاركها حتى مع اشواق. هاد الشيء كامل كيرجع الفضل لهاد القناه ديال اشواق الصراحه الله، لحقاش بها الناس تساعدوا معايا بزاف ماديا ومعنويا، وتا القناه ديالي بسببها طلعت. في الاول كاع بديت معكم كنت غنطاح، راك عارف عاقل على داك الفيديو. لا الصراحه سيدي ربي الناس عاونوني، الناس ما نكذبش عليك عاونوني من هاد القناه هادي، ماشي زعما من هاد الصحافه اشواق، عاونوني ماديا كما قلت لكم معنويا ابار القناه. ومسكين اي واحد كيدخل عندي كيقول لي رانا كنبقى نقلب على القناه ديالك باش ندخل باش نتعاون معاك حتى في القناه. وتا القناه ديالي طلعت زعما كاين بالناس، عاد عرفوني الناس، عاد يعني المهم عاد بحال زدت عرفت صراحه الله. وهذا الشيء بالفضل ديال اشواق، تنشكركم من كل قلبي صراحه الله. اخويا القناه اللي كيف جاتني الفكره انا من الاول، لحقاش انا ما كانش عندي وعندي كما كتشوف عندي الولاد صغار، عندي البنت مريضه، عندي يعني هذا هو اللي خلاني انا باش نحل القناه، لحقاش عندي بنتي راه كلشي عارفها مريضه، هذا هو اللي خلاني باش نحل القناه. ولكن الصراحه راه 4 سنين وانا حل القناه، ماشي عاد 4 سنين، ولكن ما لقاتش. المهم واخا كنصور كنمشي نتسلف وندير ونخدم ونطيب شي حاجه يعني ما كطلعش، وصافي وبقيت هكاك مستمره فيها. واخا هكاك ما كما كيقولوا ما بغيتش نستسلم، كنقول اما بيا واما بيها كنقول المهم ما رخيش منا. ولكن ما كنتش كنعيا، كنصور ونحط ونصور ونحط وصافي. الشعور ديالي فرحت بزاف الصراحه الله، فرحت بزاف بزاف بزاف. وما كنتش ما كنتش انا كنوي كاع بصراحه نرجع نتخلص ولا، ولكن هذا الشيء كامل بالفضل ديال المغاربه وديال الاشواق الصراحه سيدي ربي ما نكذبش. وما القناه ديالي راه مهم بالفضل ديالكم باش انا جديت ديك الخلصه. وكما قلت لكم الفيديو ديالي هذيك الخلصه بحال اخوتي المغاربه هما اللي عطاوها ليا، يعني لحقاش هما اللي تتفرجوا فيا هما اللي كيديروا لي البارطاج هما اللي يعني انا فرحانه الصراحه وشديتها والحمد لله، وشريت داك الشيء اللي خاصني كامل. ومازال ان شاء الله نبدل السكنه وتشوفوا معايا وتمشيوا معايا لاي بلاصه ان شاء الله يا ربي. لا لا ما عمر تبدلني هذا السؤال هذا اللي سالتيني، واحد السيد قالها لي، قال لي سؤال مهم كيسالك صحافي. لا هذا سؤال مهم، ما عمري انا كي القناه باش تبدل القناه تبدلني ما عندي ما ندير بها كاع تسخر فيها. ولكن انا بحال دابا شي ناس اللي عطاوني نعطيهم، انا راك عارفه انا علاش تنهضر لي واقع لي مع المشكل. ولكن اي واحد ما نقدرش نتبدل على اي واحد، وما نقدرش لحقاش بالفضل ديالهم انا واصله دابا، ومازال ان شاء الله غنوصل وغيتبعوا معايا داكشي درجه بدرجه. انا وحده اللي عندي معها المشكل راكم عارفينها، من غير هذيك ما عندي حتى مع شي واحد المشكل، وانا غاده طالعه ان شاء الله وبيكون باش انا طالعه. لا ماشي مره كندير هكا روتينات في الدار، كنطيب كنجمع كنقاد. ولكن بحال دابا ملي كنشوف شي حاجه تنخرج نهضر، ما نكذبش عليك، ملي كنشوف شي حاجه ما عجبانيش كما كانت كنخرج نهضر. الا كانت شي حاجه ما عجبانيش ما كانتش راه كندير روتينات العاديين ديالي هكا وصافي. لا كندير روتين انا العادي، داك الروتين اليومي ما تنديرش، ندير روتيني العادي مع اولادي، نطيب نجمع نسيق هادشي اللي كندير انا. هذاك ما عمر غادي نديرو، ما كنشجع حتى شي واحد يديرو،
وهادوك اصلا اللي كيديرو انا ما تيعجبونيش داك الروتين، لحقاش ولا واحد الروتين خايب كاع، يعني باش ديريه كاع ما عندي ما ندير انا كاع بدوك الفلوس صراحة الله، كيجيوني خايبين. شكون كيجيوني خايبين؟ خايب لحقاش كاينين شي روتينات راه لا علاقة، كيجيوني خايبين وما عمري غنوصلهم وما عمري غادي نديرهم انا اصلا، ما عمري داكشي نحطه في القناة ديالي الا ما فكرتش. والدليل على هذا 4 سنين وانا دايرة القناة، يعني 4 سنين انا كون بغيت ندير شي حاجه نديرها، ولكن انا 4 سنين وانا كنجيب ونطيب ونقاد، يعني هي شي حاجه بسيطه هكا كنقول وصافي وهي خليها، يعني كون فكرت في داك بداك في ديك الفكره هذيك انا نقول خصني نطلع القناه، نقدر نطلعها غير في الشهر ولا في سميتو، ولكن لا ما عنديش انا ديك الفكره، عندي الفكره انني نخدم 4 سنين وانا تنخدم عليها، وما عنديش ديك الفكره وما عمر غتكون اخوتي المغاربه متابعيني وعارفيني عمر تكون عندي ديك الفكره، وغندير روتينات يعني محتارمين هكا، وان شاء الله نبقى نخرج دابا نبقى نصور هكا في الاوروبيه ونبقى بزاف ديال الحوايج ان شاء الله باذن الله. نتمنوا ما غير يتعاونوا معايا بالمشاهده والبارطاج ديالو. الا طلعت المشاهده الحمد لله، ولي زابوني الحمد لله والشكر لله، كنشكرهم بزاف. هو الصراحه ماشي شي خلطه زعما بزاف صراحه الله، ولكن انا الحمد لله وصلتني 16000 ريال، 16000 ريال تخلصت منها، ولكن انا بالنسبه لي انا بحال شديت 2 مليون ولا مليون ولا صراحه الله 16000 ريال جاتني شي حاجه، عاد 16000 ريال محيده منها 100 درهم حيت كيزولك واحد 5 دراهم، المهم هادشي تقريبا وصلتني غير شي 8000 ريال هكاك، ما عرفتش انا زعما واش غادي تزيد الخلصه ولا، ولكن هادي كما قلت لك انا راه جاياني شي حاجه، المهم الا بقات غير هادي شهريا راه مزيانه صراحه الله. حاليا دابا الناس كيقولوا لي دائمين، ما كنلقاش شي مشكل اللي كيقول لي كيقول لي دائمين، كنقول له مرحبا بك، ما كنلقاش انا راه الناس عارفيني ومتبعيني كيقولوا لي زعما دائمين وهادي، كنقول ماشي وحده ماشي 4 عندي في الواتساب ماشي 5 تيطلبوا لي الدعم، لحقاش انا دايزه من هذه المرحله هذه، كنقول لهم مرحبا بكم. لا ما نطلبش عمري نطلب انا، واخا توصل القناه ديالي فيها 2 مليون ديال زابوني ما نطلبش، ما عمري نطلب، وهاد الشيء هذا خصهم يبقاو شاهدين عليه، يعني دابا ممكن كنهضر يقدر بنادم يقول راه غير زعما كاين غير هضره وصافي، ولكن واحد الوقت لا ما نطلبش والفيديو ديالي تيشهد عليا. كلمه اخيره تنشكر اشواق تي في وتنشكر خوتي المغاربه بكم باش انا وصلت، وبكم باش انا وصلت لهاد الخليصه، هاد الخليصه كما قلت لكم هاد الخليصه راه ديالكم، يعني بحال انتم اللي عاطينها لي اي حاجه كنشريها لولادي ولا انتم السبب، بحال اللي عاطينها لي، شكرا لكم الله يسهل عليكم، وشكرا شكر خاص لحمزه وشكرا لاشواق صراحة بها باش بقاو متبعين معايا، يعني شويه كما كيقولوا شويه بشويه من البدايه ديالي من الزيرو حتى لدابا، نحمد الله ونشكره وشكرا لكم والسلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.